أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. بيان من مجلس القضاء الأعلى بأن يوم الأربعاء هو المكمل للثلاثين من رمضان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. فقد عقد مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة جلسة بعد مغرب هذا اليوم الثلاثاء 29 من شهر رمضان المبارك، متحرجا ما قد يرد عن رؤية هلال شهر شوال، ولم يرد ما يفيد برؤية الهلال هذه الليلة ليلة الأربعاء المكمل للثلاثين من شهر رمضان عام 1418 الهجرة، الموافق للثامن والعشرين من يناير عام 1998. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن قمنا عليكم فأكملوا العدة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. ولعدم ثبوت رؤية الهلال هذه الليلة، فإن غدا الأربعاء هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان، ويوم الخميس الموافق الأول من الشهر العاشر من عام 1418 هو حسب تقويم أم القرى يوم عيد الفطر المبارك. ومجلس القضاء الأعلى إذ يهنئ المسلمين بهذه المناسبة يسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين للعمل الصالح، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وينصر دينه، ويعلي كلمته، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة.